والله يا أخواني هذه اتهامات خطيرة. هذا الذي نسمعه الآن اتهامات خطيرة، بحور تتهم أبا دمعة بأنه فتاة، وأبو دمعة يتهم بحور بأنها ولي ذكر. هذا اتهام، مع العلم على فكرة ترى الشريعة الشيعية والعقيدة الشيعية وعلماء الشيعة يفتون بجواز تغيير الجنس. يعني لو فرضنا أن بحور امرأة ولي ذكر، عفوا رجل، وأبو دمعة بنت يقلد صوت رجل، فالأمر فيه سعة. يعني طالما أن الدين يؤيد هذا الأمر فلا بأس. إخواني بارك الله فيكم، أنا مضطر أني أنقط الجميع وأرفع فقط عن البعض، أرجوكم لا أحد يرفع النقاط عن أحد. التكست سريع والإخوان ما يستطيعون أبدا الدخول بسبب سرعة التكست، أرجوكم إخواني. أبو دمعة، والله أنا بديت أشك فيك أبو دمعة. عفوا أبو سعد راح أخليك معاهم الآن، بس أسمع من أبو دمعة ولا نسمع من الأخ مزلزل كذلك إذا كان بالإمكان تقدمه. بارك الله فيك أبو دمعة، وزين أنا ما أعطيتك رقم يا معود قبل قليل، لا يقولون قاعد يرقم بنات ولا شيء، وأنا ما وعدك تقول لي عندك تريلا ولي ذكر، يعني أنا ما يعني شيء ما أقدر يعني أتخيل. أبو دمعة اسمح لي. الله يهديك يا أبو دمعة. تفضل أبو دمعة، ما هو ردك على بحور؟ وبعد ذلك يكون معاك الأخ أبو سعد ومعاك الأخ مزلزل الأنارب، ونستأذنكم للصلاة وراح أدعو الله عز وجل لبحور أن الله عز وجل يهديها إلى 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 الحق إن شاء الله، وأدعو الله عز وجل لأبي دمعة أن يهديه إلى 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 الطريق القويم، بما أن الرجل ترك لعن الصحابة وطعن في القرآن الكريم وأمور كثيرة. و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو دمعة، بارك الله بك، بارك الله بك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أنا يعني أستقرب من ولدي، يعني اللي بقد أنت حين ترى قد ولدي يا بحور. المفروض يعني ما تقولين على أبو دمعة أن أنا فتاة، يعني أستقرب أنش تقولين على واحد رجال كبير بعيال بشنبه. يعني انا ترى عندي ولدين وعندي بنت، اذا ما تدرين ادري. والبنت الكبيره اللي هي اكبر واحده بحور، بحور ايش بحوره بعد، دمعه. وعشان كذا انا اسمي نفسي ابو دمعه وادخل كذا على طول. وانا بعدين انا اعرف صوت الرجال من البنت، وصدقني يا استاذ بحور، لو انت رجال وفيك شنب ما تسوي هالحركات يا بحور. عرفت مفروض انا ادري انك رجال، وادري انك قاعد بشنبك، واعرف كم عمرك، ها اعرف ان عمرك 29 سنة وانك مراهق الى الان في 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 فترة المراهقة اللي انت فيها، وانا رحمتك لانك موالي يا استاذ بحور. وارجو منك عدم التعرض لابو دمعة، ولا تجيب سيرته عند الناس وتتكلم عليه، لانك انت في غرف الموالين هناك تقعد تتكلم على ابو دمعة يا بحور. وعشان كذا انا قدام الوهابية هنا اتخانق وياك واقول لهم ان هذا بحور رجال، وابين حقيقتك امام الجميع. واذا كنت يعني اذا كان هذا الشيء يعني انا انصحك نصيحة، واذكرك في كلام الامام جعفر الصادق عليه السلام يقول كونوا طيبين مع الناس، وانا شفني شلون طيب مع الناس. هذا كله من اجل ان اكون طيب وياك، ما ادخل وياك في مواضيع اخرى. والله لاني لو دخلت وياك في مواضيع اخرى انها البالتك كله ما يكفيني بيني وبينك، ما يكفيني بيني وبينك. وصراحة الجماعة هنا اذا انك تقول ليش الوهابية هم لاقينك وهم جايبينك هي، وهم مدري منين جايبينك هي، انا ما حد جايبي، انا جايب رجولي وما ادخل الا هالغرفة وبعض الغرف الاخرى حقت المواليل ادخلها، لان هذه الغرفة تعجبني، وفي من الادمنية المحترمين اذا دخلت عليهم يعني صراحة يعطوني حقي في النقاش معهم. ادخل مثلا لنور الدين اقول له يا نور الدين انا عندي الموضوع الفلاني فلاني فلاني، يا نور الدين لو سمحت انا ما ابغي اتناقش وياك الموضوع، ابيك بس تبين لي هالشيء شنو كلامكم انتو يا اهل السنة والجماعة. يجي نور الدين يطلع على المايك ويعلمني اللي بمنظورهم منظور اهل السنة، ولا ويجيب لي السندات بعد، ابد ما يتكلم كذوب. اي والله كذوب يا ابو دمعة، اصبر يا ابو دمعة اصبر. ابو دمعة انت حطيت على التكست عبارة مسيئة، خلني ارفع عنك النقطة اول شيء. ابو دمعة انت حطيت على التكست عبارة مسيئة تقول
احبتني وتضحك. ها، فيا ريت بس تترفق شوي عن هذه العبارات في حق بحور. زين، ترفق شوي في حق بحور يا ابو دمعه. بس صراحه يعني انا اشوفك طولت في الكلام. لا، كتب هذه العباره كتب هذه العباره و... طيب مو مشكله، حب بورس حب بورس، ما في مشكله. تفضل يا بحور، خلنا نسمع منك. تفضلي لك المايك. بس يا بحور صبر قبل ما تاخذين المايك. يا بحور قبل ما تاخذين المايك، انا عندي لك سؤال، عندي لك سؤال. يا ريت بس، حياك الله اخي الحبيب العدل، حياك الله، حيا الله كل الاخوان، حيا الله اخونا الحبيب نور الدين. انا عندي سؤال لك يا بحور، وش معنى شيكات المحل؟ ارجوكي بس قولي لي وش معنى شيكات المحل؟ ممكن يا ضيفتنا بحور؟ ايه، معنى شيكات المحل. عندنا تسجيل لك، وما شاء الله انت يعني من كبريات من كبريات الشاعرات الشيعيات. نفسي اعرف وش معنى شيكات المحل. تفضلي لك المايك، سمعينا ردك على ابو دمعه، وبعدين بس علميني. تكفين تكفين يا بحور وش معنى شيكات المحل. تفضلي. اقول لا تقلط على الشيعيات المواليات لو سمحت، والله لا لا لا, لا يصير بيني وبينك هنا شكوى، والله ما يفكك منها الا وزارة الداخلية الامريكية. والله والله يا رجال اقعد ساكت، انت اللي انت قاعد تغلط عليها. شوفوا ايش يكتب يا اخوان، شوفوا ايش يكتب على بحور، يقول انا حبتني. هدوا التكست يا اخوان، هدوا التكست يا اخوان، هدوا التكست ارجوكم، هدوا التكست اخوان، هدوا التكست. شوفوا ايش يكتب يا اخوان على التكست، شوفوا ايش كتب على التكست لبحور، يقول حبتني ويضحك بعد. بحور تسمعيني يا بحور؟ لا تقفز يا ابو دمعه، خلي الرجال يتكلم. بحور تفضلي لك الماي، قصدي خلي البنيه تتكلم. تفضلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في صوت جوال ابو دمعه. اولا اقول لك حبك بورس، انت انا سيرك، السيرك طبيعي الناس يعني يجوا يضحكوا في السيرك. انت يعني حاط على وجهك الان مكياج وحاط على خشمك الحمراء، طبيعي يعني يضحكوا الناس. ايش تريد الناس؟ ايش تريد؟ يريد يضحكوا ويستانسوا، ها؟ وانت في السيرك يعني عادي يعني. لكن ايش، شوف هو يذكر شيعيات مواليات وفي يعني ناقض نفسه يعني. ايش يعني انت مو موزون عقلك؟ يعني انت مو موزون عقلك؟ في خلل، في خلل. اذا في خلل تعال الورشة الصيانة انصلح لك، ها، وبلاش بعد. ولا عامل نفسك ايضا انك عالم الغيب، تذكر كم عمره وكم عمره وهكذا 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 كم عمرها، وانك تعلم ان هذا صوت مغير. يعني انت مغير صوتك، مغير صوتك انت الان، ها، وعالم الغيب خاش يعني عالم الغيب. اجل انت الادمن، خليه يعرفك ايش شيكات المحل، خليه هو يعرفك لانه عالم الغيب. وانت اصلا من اصلا زين من زوجتك انت؟ يعني يقولوا ساقط لراقط، انت يعني اكيد لمزوجتك انك نفس عقليتك يعني. انت من صوتك بالصراحة حتى الجنان الجنان يبتعدوا عنك يا المسكين. لكم على المايك. انت يا بلاتش، انت اصلا اصلا انت ابو دمعة ضيفتنا بحور، رجاء يعني ترفق مع ام دمعة. ضيفتنا بحور، الرجاء عدم الاساءة لام دمعة. تفضل يا ابو دمعة لك المايك. الرجاء يا بحور عدم الاساءة لام دمعة. تفضل يا ابو دمعة. شوف، هي دليل انها عزبية للحين، ما في احد جلها، لانها للان تمشي على نظام الاول، اللي ساكنين في بيت طين وشابكة من الغسالة حقتهم، مواد دواير سلك من الغسالة وشابكة بالانترنت وداخلة هنا، وتبي انها تبين لنا ان انا ابو دمعة، ان انا عقليتي الصغيرة وهي اللي عقليتها كبيرة. ولكن في علوم اهل البيت يا جاهلة، يا جاهل يا بحور، يا استاذ يا جاهل، اذا كنت انا في علوم اهل البيت، عفوا، اذا كنت انا في السوالف معاكم وبعض وفي الامور ذي تقولون عقلي صغير، ولكنني في علوم اهل البيت عقلي كبير واكبر منك، واكبر اكبر من اكبر كبير تعرفينه. وانا اتحداك هنا في علوم اهل البيت، نعم،
علوم أهل البيت أنا حافظها صم صم.